كما كتعرفوا كاين هناك عده رهانات اللي كتشجع ولا كتحتم على الدول باش توفر على التشريعات اللي كتحمي الحياه الخاصه والمعطيات الشخصيه. هناك رهانات حقوقيه، رهانات اقتصاديه، رهانات امنيه، وايضا بعض الرهانات اللي كتحتم عليها باش تحافظ على السياده الرقميه ديالها. المغرب كباقي هاد الدول كيتوفر على واحد الاطار قانوني متكامل اللي كيستجب للمعايير الدوليه في هذا المجال. هذا الاطار القانوني المغربي كيتكون اولا من الدستور بفصليه 24 و 27، وكذلك بالقانون الخاص 09 و 08، وايضا الاتفاقيه 108 وبروتوكولها الاضافي لمجلس اوروبا اللي المغرب باشر المصدرات ديال المصادقه عليهما. ايضا هناك الشهادات القضائيه اللي كتلعب دور مهم في هذا الاطار القانوني، وكذلك المداولات الفقهيه للجنه. من اجل تفعيل هذا الاطار القانوني هناك جهازين مهمين. بطبيعة الحال هناك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولكن هناك أيضا الجهاز القضائي بصفة عامة ومؤسسة النيابة العامة بصفة خاصة. لماذا؟ لأن كل عملية المراقبة اللي كتقوم بها اللجنة الوطنية والأعوان ديالها المحلفين لابد من تقوم بواحد التنسيق مع رئاسة النيابة العامة. يجب الإخبار ديال الوكيل الملك المختص ترابيا 24 ساعة قبل القيام بعملية المراقبة. أيضا لابد من ترخيص ديال وكيل العام المختص ترابيا قبل المصادرة ديال المعدات اللي كتستعمل معالجة المعطيات الشخصية بشكل ينافي القانون 09 و 08. وأيضا نحن في حاجة إلى القضاء من أجل معاقبة وتفعيل العقوبات اللي كينصلها القانون 09 و 08، من أجل ردع كل المؤسسات اللي كتمادى في المس بالخصوصية ديال المغاربة وكتعالج المعطيات الشخصية ديالهم بشكل كيتنافى مع روح القانون 09 و 08. التوقيت ديال هذا اليوم الدراسي واليوم التواصلي بين اللجنه ومؤسسه النيابه العامه توقيت مهم، لان القانون تم الاصدار ديالو في 2009 وتم تنصيب اللجنه في 2010، ومنذ ذلك الحين فاللجنه ركزت على لقاءات تواصليه وتحسيسيه لان هذه كانت ثقافه جديده، الى انه بعد مرور حوالي 8 سنوات فلا بد من ردع المخالفين عبر تفعيل العقوبات اللي كينصلها القانون، اللي كتمشي من حتى 200,000 درهم وحتى 300,000 درهم عفوا، وحتى سنتين حبسا لكل المخالفين المقتضيات القانون 09 و 08. شكرا. المداخله تعرضت فيها لمستجدات القضاء خصوصا في الفضاء الاوروبي، لانه كان يعني هو وراء كل التطورات والتعديلات التي عرفها القانون، وكل الأحكام القضائية التي ذكرتها سواء لمحكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يمكن أن أقول تجاوزا أنها أصبحت من التاريخ، لأن القانون الأوروبي الجديد أدمج كل ما كان يطالبه به القضاء في متن القانون. ولكن هذا لا يعني أن التحديات ستنتهي، لأن هذا المجال فيه تقاطع ما بين القانون والتكنولوجيا، والتكنولوجيا سريعة جدا، بالتالي يجب التكنولوجيا أن نحاول كيف ضبطها بالقانون، ضبطها ليس بمفهوم أننا نقزمها أو نحجمها أو نعيق تقدمها، هذا يستحيل، لأن البشرية تحتاج إلى تقدم التكنولوجيا، ولكن لوضع ضوابط حتى لا تتحول التكنولوجيا من أداة لخدمة البشرية إلى أداة يعني التأثير على حياتها الخاصة والتدخل في حميميتها، هذا باسم عام. وتطرقت كذلك للقانون المغربي وتقاطع القوانين، تقاطع القوانين، لأن هذا القانون الذي ينظم حماية المعطيات الشخصية قد يتواجه مع قوانين أخرى تنظم نفس المجال، السمع البصري، قوانين الاتصالات، الملكية الفكرية، حماية المستهلك، وكذلك قانون الصحافة والنشر. وقانون الصحافة والنشر يتضمن مقتضيات لا تتماشى مع الأحكام الصادرة على المحاكم التي ذكرت في العديد من المقتضيات، بحيث لم تراعى هذه المسائل. مثلا في قضية المس بالحياة الخاصة
يقولون بأن العالم أعتقد المادة 90 أن الشخص إذا وضع معطياته يعني بمحض إرادته مثلا في شبكة مفتوحة في أنترنت، فبالتالي إذا استعملت فلا يمكن يعني اعتبار هذا مخالفة أو تجاوز المجال المنظم للمعطيات الشخصية. لا يعترف بهذا المجال، أن وضع المعطيات رهن إشارة جهة أو رهن إشارة يعني الشبكات المفتوحة لا تعفي مستعملها من التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.